مواطن رقم 4. المبنى ده تقريبا معمول في اواخر العشرينيات اوائل التلاتينات من القرن دوت. هو كان امتداد هو مصمم كبيت، ولكن ينظر يا ساره هو كان التكوين بتاعه مختلف عن دلوقتي طبعا. مواطن رقم 27. لا، العماره كان شكلها الاول شيء ودلوقتي شيء تاني، انا ما اقدرش اكذب في دي. مواطن رقم 4. كان في 3 عائلات ساكنين في البيت ده، وكان الباقي كان تقريبا شبه فاضي. مواطن رقم 24. ما كانش فيه مصريين كتير في البيت ده. مواطن رقم 4. المبنى كان عبارة عن خليط مختلف من جنسيات كانت عايشة فيه. كان فيه جريك، كان فيه أرمن، كان فيه طليان، كان فيه يهود. يشير بيده 4 مرات. وطبعا مع مرور الزمن اللي سافر سافر واللي هاجر هاجر. أنا عن نفسي كنت ساكن في آخر دور، أو ما زلت ساكن في آخر دور يعني. يدخن سيجارته. وكان بيسكن جنبينا عيلة يونانية، وكان في الدور التالت كانت بتسكن عيلة جريجية، وعيلة نصها شامي ونصها يهودي. مواطن رقم 6. الشقة اللي فوق. يشير لأعلى. كان في بتاع مدام ماريس اللي هو فيها المكتبة. الشقة دي كانت بتاع والدها جميل هلال وبنته اسمها ماريس، اللي هم ليهم مطعم ستوريل اللي هو في الممر. مواطن رقم 4. وكان عندك الدور التاني، الشقة اللي قدامها دي كانت عبارة عن كان بيسكنها راجل دكتور اسمه الدكتور بركات. ده كان راجل يعني يستنشق الهواء من فمه بقوة، ده يعني كان دكتور الملك. وكان الشقة اللي هي في وش التاون هاوس دي كانت عبارة عن سينيجال أو نادي يهودي. كان في عمال كانوا بيرمموا فيه فوقعت الحيطة، فاكتشفوا ان ورا الحيطة فيها 4 جثث مدفونة في الحيطة. طبعا دي كانت تبع العقيدة اليهودية، وطلعنا الجثث دي كانت ملفوفة. طبعا يعني حاجة من زمان وكده، وطبعا ده كان شيء غريب لان الناس دي كانت مدفونة بالملابس بتاعتهم، ودي كانت اول مرة اشوف فيها جثة او اشوف فيها جمجمة. يضحك لأول مرة ثم يطفئ سيجارته. مواطن رقم 25. دي كان فيها جماعة بيعبدوا مش عارف حاجة اسمها كده الهندوس، يعني حاجة زي كده. كانوا بيجيبوا جماجم وحاجات زي كده ويعملوا تخاريف، يقوموا بحركات دائرية بيديه، مش عارف حاجات زي كده. وجات الحكومة مسكتهم، كانوا حوالي 60 واحد يجوا يتعبدوا في الشقة دي، بس مش عارف إيه العبادة بتاعتهم، يعني ولا يهودية ولا مسيحية ولا إسلام، حاجة غريبة جدا. مواطن رقم 7. إحنا الصراحة بالنسبة للجامع بيبقى في بعض الأحيان بعيد شوية، فالناس اللي هم بتوع الحتة اتجمعوا مثلا وجابوا مثلا مصلية، لأن أساسا 60% من الناس اللي هم صحابات المحلات بيصلوا، فقلنا بدل ما كل واحد بيصلي في محله مثلا فصلاة الجماعة دي تبقى عليها ثواب 24 درجة. فقلنا نتجمع ونعمل مصلية تحت اللي هو في المكان دوت، لأن المكان ده 90% من الوقت فاضي. قبل كده ده كان ممر ما بين المصنع بتاع الأحذية وواحد اسمه أسامة تحت اللي هو بيصلح تسجيلات العربيات ده. وفي مخزن تحت برضو اسمه مخزن أبو عوف. مخزن برضو مش مفتوح، لكن لو هو كان مفتوح على طول ما كانش هيبقى لنا رجل ان احنا نصلي تحت. مواطن رقم 28. اصحاب البيت ما بيعملوش فيها حاجة، الا انهم مثلا لما بيكون في حاجة بيفتحوها بيطلعوا منها حاجات مساعدة، وغير كده ما لهمش اي عمل فيها. ان يجوا مثلا يعملوا اي شيء، فطبعا يعني في حاجات كتيرة بيبقوا مسكرين كل الاماكن اللي فيها، الشيش والفرندات وكله، فما بيفتحوهاش. يبتلع ريقة من التلقيح، الورق أو الزبالة أو أي حاجة من السطح، أو يعني بعض السكان مثلا مش منظمين في الحاجات ديت فبيرموا الحاجة، فورق على ورق بيتكون. مواطن رقم 16. في سجارة وقعت على البلكونة الخلفية اللي هي طبعا فيها مخلفات كتير، فالسجارة دي عملت حريقة جامدة. مواطن رقم 1. الحريقة دي بقى موقفها بقى، أنا بقى حضرتها، بس أنا ما اعتقدش إنها تكون سيجارة. أساساً الصرف الصحي بتاع البيت بايظ، فالصرف الصحي ده ممكن يعمل شرز كهرباء. المية اللي بتنزل دي
ممكن تعمل شرزة كهربا برضو. تعبيرات وجهه تدل على خطورة الموقف. هي ممكن تكون ماس كهربائي، فمع بطاطين في ده في ده فقامت الحريقة بقى، لكن هي مفيش حد يقصد. مواطن رقم 16 برضو الناس تعاونت، وناس بالطفايات، والناس اللي في الشارع طلعت طفت. عقبال ما الناس جات أصحاب المكان كنا احنا خلصنا كل شيء. مواطن رقم 3 بس يعني الموضوع كان سهل، يعني مش حريقة حريقة، يعني المكان كله ولع. يصف حجم الحريق بيديه. يعني هي نسبة صغيرة، يعني في مكان صغير مثلا في حتة سفنج، الحمد لله لما قامت فيها النار فاهمة فتلحقت بسرعة، يعني ما خدتش وقت، لأنه لو خدت وقت كان المكان ده كله إيه. شكرا. مواطن رقم 7 فحتى التاون هاوس ده كان شقة، كان مهجورة برضو، كانت تبع الحي بتاعت النحاس باشا. مش عارف سيادتك تعرفي النحاس باشا؟ كان من ضمن حزب الوفد، وكانت الأوضة الأخرانية دي كان بينها وبين سقف الأرض اللي هو بتاع أسامة بتاع التسجيل ده كان باين. يعني هي يعني إيه؟ هي كان في يد بتخرب فيها على أساس إيه؟ إنها تهده. أنا جيت سنة 80، وبعدين 85 كانت صاحبة الملك كانت ليها معارف في البلد، فناس قالوا لها إحنا ناخد البيت ده على الأرض بـ4 مليون. مواطن رقم 19 وحتى كانت العمارة يعني تعتبر إيه؟ معلم من معالم معروف، يعني كانت الورش اللي كانت موجودة وكانت برضو قايلة كان فيها مجاري، وكانت المجاري دي مضروبة بقى والحاجات دي. يضحك ويشير بيده لأعلى ولأسفل أكثر من مرة. مواطن رقم 7 فبصينا لقينا، جينا في يوم من الأيام يوم سبت جالنا خبر إن البيت ده هيحصل فيه حاجة يوم حد، فما كدبناش خبر، رحنا القسم لقينا فيه ان احنا مجبورين بالطرد اجباري بالقوة الجبرية، والقرار طلع من الحي خلاص ومكتوب فيه كده حتى في الاقرار انه يراعى انه ينفذ هذا القرار ايام احد حتى لا يتعاطف عمال المنطقة مع عمال العقار يعني، وحاجات زي كده. فاحنا طبعا كلنا جينا يوم حد هنا على غير العادة، لان اجازتنا احنا كان يوم حد، فجينا هنا لقينا ايه بقى؟ الامن المركزي محاوط البيت، والمباحث والداخلية والخارجية، والمهم الدنيا مقلوبة هنا. فكان معانا احنا 2 محامين في البيت، مع الأسف صاحبة الملك اشترتهم مستاء. فجينا في اليوم ده ما لقيناش حد فيه خالص، جبنا واحد محامي معرفة، لدرجة ان هو كان ماشي بالكتاب بتاع الإسكان، عارفاه قانون الإسكان ده، لانه ما كانش بيعرف يعني تفاصيل الـ المشكلة كلها، فقال ان احسن حاجة اول حاجة نعملها نطلع على النائب العام. فطلعنا على النائب العام، قال الناس اللي هم الأقوياء يقعدوا في الحتة ما يطلعوش هنا، لو إيه حتى لو اتذبحوا حد فيهم محدش يطلع من مكانه، لأن لو طلعتوا مش هتخشوا تاني. الناس الضعفة اللي أنا كنت واحد منهم نطلع على النائب العام. فطلعنا فعلا على النائب العام، أنا والمحامي وواحد صاحب مصنع تحت، مصنع أحذية، واحد تاني كان نجار جنب مننا، طلعنا على النائب العام كلنا. فالراجل المحامي جاب ورقة كده من النائب العام انه يوقف تنفيذ القرار، فدخلنا والمحامي دخل بالورقة دي، قالوا ازاي جايب ورقة زي دي في ايدك كده؟ قال له سيادتك اتصل بالنائب العام وهتعرف. فالمهم اتصل بالنائب العام، قال له الغي القرار وكل حاجة ترجع زي ما كانت. وده كان اكبر حدث واهم حدث في الحتة في المنطقة دي. يبدو سعيدا، لانه فعلا احنا لو كنا طلعنا في اليوم دوت كان البيت ده جابوه الارض، وجبنا بعد كده بقى امر تنكيس ونكسنا البيت كله من بره من الناحيه دي ومن الناحيه دي. مواطن رقم 12 بنفس التعبير الثابت هي دلوقتي بقت احسن بكتير. الاول ما كانتش حلوه خالص وما كانش فيها اي نظام زي كده، وبيعتبر شقق وسكان، دلوقتي بقت مودرن. مواطن رقم 25 اما جيت تاون هاوس جدد بقى الحاجات دي كلها ونظفها، ونظف المدخل بتاع العمارة وخلاها كويسة جدا جدا، وخلاها يعني شكلها جميل، لكن الأول كان شكلها مرعب مستاء، ولا كان في لمبة حتى مولعينها. مواطن رقم 1 يتكلم بثقة شديدة. أول حاجة التاون هاوس ده هنا بقاله يعني بمعدل 10 سنين، 11 سنة بالظبط. مواطن رقم 6 يشير إلى نفسي، أنا ساعدت مستر ويليام وأستاذ ياسر وخدوا الشقة دي، لأن كانوا بيدوروا على شقة في المنطقة، وأنا جبتها لهم وقابلتهم بصاحبة العمارة.
مواطن رقم 3. قلنا لها الناس دي هتقعد كام سنة وبتاع والكلام دون، وهيفتحوا معرض وبتاع. مواطن رقم 1 يتقدم إلى الأمام قليلاً. أولاً في اللي قالك، يعني الله أعلم، في اللي قالك إيه؟ التاون هاوس ده تمويل خارجي من برة. يا عم قالك ده إسرائيلي، بتموله إسرائيل. في ناس تجنبته في بداية الأمر أول ما جيت تاون هاوس هنا، يعني في ناس تجنبته قالك ده إيه؟ تكوين إسرائيلي أو تمويل إسرائيلي. لكن لما إحنا تدخلنا معاهم عرفنا إن الناس دي عبارة عن منظمات، منظمات أهلية زي منظمات ليندا ومنظمات مش عارف إيه ومنظمات إيه، بتمول بس مشروعات، يعني بتعمل مشروعات هنا. مواطن رقم 5. أول ما جيت التاون هاوس ما كانش فيه ساين لكلمة تاون هاوس ولا أي حاجة، فأسأل أي حد في الشارع فين التاون هاوس؟ إيه؟ أنت عاوز إيه؟ تاون هاوس؟ إيه التاون هاوس ده؟ فكنت بعدي رايح جاي تحت المكان هنا على أساس أني أعرف فين التاون هاوس عشان الورقة اللي معايا تاون هاوس. مستر ياسر أو أستاذ ويليام الساعة 2 الظهر كنت عندي انترفيو معاهم الساعة 2 الظهر، ما كنتش يعني قعدت لغاية الساعة 3 مش عارف هما فين، مش عارف السبيس عشان ما كانش فيه أي ساين ولا فيه أي حاجة، والناس تحت ما كانتش عارفة التاون هاوس. فطبعا اللي تحت كان الصنايعية والميكانيكية فما كانش عارفين قوي، يعني مشيت في الشارع ده أكتر من 5 مرات ومسكت العنوان وما كنتش عارف. يرفع حاجبيه ويبتلع ريقهم. أما جيت هنا هو، فالراجل اسمه عم أنور اللي تحت، فقال لي أنت قصدك على المعرض اللي فوق؟ قلت له مش عارف، هو مكان بيعملوا فيه لوحات. قال لي خلاص اطلع الأتيلي اللي فوق دوت أول شمال. فأنا قلت مش ممكن أتيلي في المكان دوت، يعني it doesn't fit يعني. المهم طلعت فقابلت ويليام، وبعد كده ويليام أخدني فرجني على السبيس اللي في الدور الأولاني هنا، يعني ويليام وراني المكان. مواطن رقم 22. حيطان معمولة بالحجارة. مواطن رقم 28. حجارة طبعا، دي حجارة مش طوب. فالنهاردة العمارة القديمة اللي زي دي تعتبر عمارة أثرية أحسن من 20 عمارة جديدة بتتبني بالطوب وكده. مواطن رقم 22. كله حجارة، مفيش إلا هو الموضوع ان انت كان موضوع جامد قوي ان احنا نفكر ان احنا نحط اسمنت وبوهية على الحيطان كده، فخدنا وقت كبير قوي على ما فكروا هم ان هم يبدأوا بقى يشتغلوا في المكان شوية. مواطن رقم 1. فجبت ده مستر ويليام شوية شوية واحدة واحدة كده، بدأ هنا الاول في التاون هاوس بالشقة دي يحك رأسه بإصبعي. مواطن رقم 15. وبعدين ابتدى التاون هاوس يتوسع. مواطن رقم 6. جابوا مهندس بقى عملها ووضبها، ابتدوا بقى هما كل شقة ما تفضى كانوا ياخدوها، يعني يشير بحركات متتالية بكفيه لحد ما دلوقتي 4 شقق دلوقتي في العمارة. مواطن رقم 1. دائما أنا مبسوط لما بلاقي التاون هاوس، لما كان شقة شويتين بقى مسرح، بقى دور تاني، يرفع يده تدريجيا، بقى مجمع فنون كامل، يفتح ذراعيه عن آخرهما ثم يضم كفيه. مواطن رقم 15. هو أول ما ابتدى التاون هاوس كان بيعمل معارض فقط، فأخد الأنكس الأول وبعدين المصنع وبعدين روابط. طبعاً روابط فرقت برضو لأن روابط أي حد من المنطقة بيروح وكده، وابتدوا الناس يعرفوها. مواطن رقم 20. بجد هي يعني نقلة حضارية لا شك إن ممكن، بس مش هيأتي أثره لأن مسألة السيفيلايزد أو الثقافة أو الكلام من ده يلوح كأنه يستخرج الكلام من فمه، ده بيبقى محتاج وقت عشان يدي أثره لأن التحول المادي سريع، لكن التحول الحضاري أو الاجتماعي محتاج وقت. مواطن رقم 22. بحب أني أجي التاون هاوس عشان بشوف فيه حاجات جديدة، بيدوا فرص لناس كتير قوي، بيخدموا ناس كتيرة يعني، وأنا واحد منهم. مواطن رقم 2. بالنسبة لواحد زيي بدأت أشارك في الورش اللي بتحصل هنا ولقيت نفسي بعمل أعمال فنية. مواطن رقم 9. بابتسامتها المستمرة. أنا بحب رسم البورتريه، فباجي في الورشة كل أسبوع بلاقي كمية من البورتريه فبرسم البورتريه، بعدين بلاقي ناس من أجناس مختلفة فده بيتيح لي أني أتعرف على ثقافات. مواطن رقم 2. أنا جيت هنا تقريباً ما عنديش كلمة إنجليزي دلوقتي، أكيد يعني ممكن أخبط معاهم، ممكن على الأقل أعرف هم عايزين إيه،
يعني ممكن جدا القهواجي يجي يتعامل معاهم، وسهل جدا ان احنا نتعلم منهم كلمة. يعني احتكاكي معاهم طول السنين ده علمني حاجات كتيرة جدا جدا، ومفيش كلام لكن ممكن الصمت برضو يحسسك انه في ود بين الناس دي، يعني في معزة، في احترام، مش لازم الكلام. يعني القهواجي بيجي من الصعيد هنا ومش عارف حتى الالف من البه، بيجي بنلاقيه مثلا بيتعامل مع الفنان اللي قاعد هنا كأنهم اصحاب، كأنهم عارفين بعض بقالهم سنة سنتين تلاتة. انا نفسي بتفرج على الكلام ده، تلاقي ده بيتكلم كلام من الشرق، ده بيتكلم كلام من الغرب، لكن الاتنين مندمجين جدا جدا. وفي الاخر القهواجي بيجيب طلب الفنان اللي هو مش عارف بلده ايه ولا اسمه ايه ولا قالي، حتى بيجيب الطلب بتاعه واللي هو عايزه بالظبط. مواطن رقم 28. التاون هاوس هنا يعني خلق فرص كتيرة للناس أهل المنطقة إن هم يتعايشوا ويسترزقوا من خلال أعماله. مواطن رقم 29. لكن هو المكان أفاد ناس من هنا؟ ينفي برأسه؟ أعتقد لا. يعقد حاجبيه؟ ده أفاد طبقة معينة، ناس مثلا اللي في كلية فنون جميلة، الناس اللي هي مثلا خريجين الجامعة الأمريكية. دي الأماكن، الناس دي هي اللي بترتاد الجاليري أو التاون هاوس هنا هون، لكن مفيش حد من المكان استفاد من المكان بشكل إيجابي. يعني أنا سمعت قبل كده حاجات هنا هون إنه في حفلات بتتعمل هنا وبيتقدم فيها خمور وحاجات زي كده. ينظر لائما. الحاجات دي طبعا مش طيبة. يعني هو مثلا إيه، مجتمع التاون هاوس أو الجاليري بيبقى مجتمع مثلا مفتوح شوية. يعني إحنا مثلا كناس مسلمين مثلا بنتقي الله سبحانه وتعالى، يعني واخد بالك؟ في حاجات طبعا بتبقى مش يعني الواحد مش حاببها، فهماني انت طبعا، واخده بالك؟ بس هل الثقافة دي اللي بتنتشر هنا هو، هل دي هتفيدنا احنا كمجتمع اسلامي؟ يتساءل معبرا بكفيه. مواطن رقم 17. يعني حد يقول على الحاجة الحلوة وحشة؟ عمره الحلو حلو والوحش وحش. مواطن رقم 20. شوفي أنا عايز أقولك حاجة، الجهد البشري الحقيقي الصادق لازم يحترم. يضرب على فخذه بكفه. مواطن رقم 30. التاون هاوس هتثبت وجودها وتأثيرها على المكان في حالة إيه؟ يعني مراعاة المنطقة كشارع وكقصر وكالمباني كلها، وطبعاً مع الحفاظ على الطراز المعماري أو التراث اللي هو القديم في المنطقة. يعني مش عايزين يعني نعمل حاجة أو نجدد حاجة اللي بيها تطمس الإيه الآثار اللي هي موجودة. مواطن رقم 2. هو طول عمره التاون هاوس، ولكن أنا بيتهيألي دلوقتي إن التاون هاوس مسمع جامد جداً، مش في مصر بس، تقريباً على مستوى العالم. مواطن رقم 16. بقى ليه مكانه وليه صيت جامد. مواطن رقم 23. يعني أضاف ناس كتير، زحمة، و يعني مشى زي ما نقول الحركة كده شوية. يعني بس يعني الأول كانت بالليل تخش كده بالليل تحس إنك أنتي، وقبل القهوة دي ما تشتغل تحس إن هنا ضلمة بالليل. يقول ببصره في أنحاء المكان. يعني تخافي، بمعنى أصح كنت تخافي تخش المكان ده بالليل، لكن دلوقتي في الـ 24 ساعة عادي. مواطن رقم 9. تتكلم برقة. يعني وأنا في طريقي كل مرة بستأذن الناس لأنه بتكون في عربات كتيرة بره، كل مرة اكسكيوز مي اكسكيوز مي لحد ما ألاقي مدخل عشان أدخل التاون هاوس. وبعدين أول ما بنا باجي داخلة بلقى الكلب على طول قاعد على السلم. مواطن رقم 14. ثابتة في مكانها. هو أنا مش فاكرة بالظبط رمسيس ظهر إمتى، هو ظهر من سنة ونص مثلا، وبعدين كان بيلعب على طول تحت مع الميكانيكية وكان قاعد معاهم. تمضي غلبانة. وبعد كده لسبب ما في واحدة فنانة عندنا كانت نمساوية عجبها قوي وكانت عايزة تاخده، وراحت عملت له تطعيم وترخيص وتقريبا عنده باسبور وكل حاجة. وبعدين جت تاخده بقى من صاحبه اللي هو شريف، ما رضاش ابدا وكان عايز منها فلوس وحصل مشاكل، وقعدوا بقى يتخانقوا على الكلب وفي الاخر اضطرت تسيبه.
بس. وبعد كده الكلب فضل قاعد هنا، هو هايبر اكتف شوية فبيقعد يلعب مع اي حد وبتاع، ولسه زي ما هو. وبعد كده مرة جيت كان ما بيتحركش خالص، تبتسم، فحاولت ألعب معاه وبتاع، كان بيصوت. كلمت حاجة زي الإسعاف كده، حاجة اسمها Animal Friends في المعادي، فبعتوا عربية وخدوا بس. وقعد هناك فترة طويلة قوي، وفي الآخر قالوا التشخيص بتاعهم. يعني أنا كنت فاكرة حادثة عربية، تضع شعرها خلف أذنها، ما طلعش حادثة عربية، التشخيص طلع إنه كان عنده صدمة عصبية عشان كلب تاني عضه بس. وقعد وقت طويل قوي هناك عشان ما كانش في حد يجيبه، وما حدش راضي يروح يجيبه، وعشان العربية بتاعتهم مش فاضية دايما. ففي الآخر قدرت أقنع أدهم اللي هو بيشتغل معانا هنا في التاون هاوس إنه يروح يجيبه بالعربية بتاعته بس. فبعدها بحوالي شهرين ولا حاجة رحنا، هي في حتة بعيدة قوي اسمها شبرمنت، رحنا جبناه الصبح بس. وجي بقى ومن ساعتها وانا حاسه ان انا مسؤوله عنه، بس يعني ما بعملوش حاجه قوي، مش هعرف احميه، مش هعرف اعمل حاجه، بس ممكن اجيب له اكل ساعات والعب معاه، هو بيديني حضن كل يوم الصبح اول ما بوصل. مواطن رقم 7، ده لما جيت هنا سنة 80، دي كانت جنينة ورا. مواطن رقم 25، وبعدين لما الجراء الحتة دي خدها الجراج عملها بلاط، ومنير ده جه جاب بتاع البراد شاي وبتاع ووقف، شوية شوية جاب كرسيين، شوية شوية جاب ترابيزة، شوية شوية عمل بنى الحتة دي، يشير خلفه وقعد بقت بوفيه. مواطن رقم 10، هو كان شغال على الورش اللي هم بيصلحوا العربيات والحاجات دي، فالورش دي اتشالت من هنا، فلما ما لقاش شغل فتح الحتة الصغيرة دي. مواطن رقم 7، بوفيه، هو ما يعتبرش قهوة، هو يعتبر بوفيه لأن القهوة بتبقى شاملة. مواطن رقم 7، فطبعا لما صاحبة الملك كلمها تقريبا وعمل المكان ده وبيدفع لها أجار، فاستغلته لأنه إيه، المكان بيبقى فاضي جنينة، طبعا هي ملهاش دعوة بالشكل العام، مستاء، هي ليها دعوة بالفلوس. مواطن رقم 16، فالممر ده كله هو اللي عمله، يعتبر نصه بتاعه، وضب فيه برضو واحدة واحدة لما بقى فيه بوفيه كويس. عم منير يعني من الناس كويسة يعني. مواطن رقم 12، كانت القهوة بتاعته دي كانت بره خالص زي لمؤاخذة الغرزة. مواطن رقم 22، هما الناس كانوا مسمينها كده لأنها شيء صغير قوي في مكان ضيق. مواطن رقم 7، وسعها بقى، أصل هو المصريين هنا إيه، لما بيكونوا في مكان تملي بيوسعوا فيه، يفتح كفيه قليلا ثم يوسعهما. مواطن رقم 10، يعني اللي ماسكها دلوقتي هو كان شغال معانا في الأول. مواطن رقم 7، فلما مشي من عنده فطبعا لازم يلاقي مكان أقرب منه ليه عشان يشتغل فيه عشان الناس عارفاه. مواطن رقم 11، بس يعني بناخد منه قليل، كمشاريب قليلة على أساس إن تعاملنا مع القهوة لأنها في نفس الشارع، يعني ما يصحش إن إحنا نعامل دوت والتاني يكون بعيد، لما ده بيقفل بنضطر إن إحنا نلجأ لمنير. بصراحة الراجل بيرحب وبيتعامل معانا عادي يعني، ومتربي معانا أصلا. منير ده كان جاي حوالي عنده هنا بتاع 16 سنة 17 سنة، وراجل مؤدب جدا يعني ومحترم. مواطن رقم 28، أنا أعرف إن هو كان قبل الثورة، كان ده هو يقال إن هو كان ورشة ميكانيكا، ولكن هو كان برضو بيقولوا إنه كان استبل للخيل، اللي هو أيام ما كانت يعني الإنجليز هنا كانوا بيقولوا ده استبل للخيل، بس أنا أخد بالي إن هو كان ورشة ميكانيكا، وبرضو كانوا ماسكينه ناس أجانب، حاليا دلوقتي يعني مصريين اللي ماسكينه. مواطن رقم 7، الجراج ده كان بتاع واحد اسمه ويليام، كان زمان قوي كان في واحد واخده منه، واحد كان قدامنا هنا، كان واحد مسلم،
وكان يقال في الوقت ده أنا جيت في الأواخر، إن اللي مكنه برضو منه من إنه ياخد الجراج ده تاني لابنه بقى ناس مسلمين، عشان هو أصل الناس دلوقتي بره بيقولوا لك إيه، وتملي الفتنة يقولوا لك إيه، مصر فيها كده وفيها كده. لا بالعكس، إحنا هنا المسلمين والمسيحيين هنا كده كلهم واحد. فاللي مكنهم من أخذ الجراج تاني ناس مسلمين هنا في الحتة، وبناء على ذلك هو لحد دلوقتي في نفس اليوم في السنة بيعمل عزومة بيعزم الحتة كلها. مواطن رقم 11. أنا كنت صغير كده، كنت شفت الجراج ده كان بتاع والد مجدي، وشفت والد والد مجدي يبتسم ابتسامات عريضة. كان اسمه جراج حبيبنا، ومعروف في المنطقة اسمه جراج حبيبنا. طبعاً بقى مع مرور الزمن الكلمة دي في ناس ما تعرفهاش، فاللي هو يعتبر جد مجدي صاحب الجراج. مواطن رقم 4. وهو كان راجل تخين كده يغلظ من صوته ويصف حجم الرجل السمين بيديه، وبشنب كبير يشير إلى شاربه، كان دايماً يحلق شعره زيرو، وبعد ما يعمله بالزيرو يجيب ليمونة ويقعد يدعك بيها الشعر بتاعه، عشان ده كان بيعتقد تماماً إن دوت اللي بيطهر الشعر بتاعه. يعني أقصد أقول إنه كان شخصية غريبة ومضحكة شوية. مواطن رقم 5. أما أخدنا المكان الكبير خالص اللي تحت دوت، كل الناس أسألهم إيه المكان اللي تحت دوت بتاع الجراج، يقول لي ده احنا هناخده هنعمل فيه جراج. ناس تانية تقول لي ده بتاع محل، بتاع كان زمان بتاع ورق بتاع ناس رومانيين، وناس تقول لي ده كان بتاع محل جزم، مصنع جزم، ناس يقولوا كان بيعملوا فيه مواد كيميائية. يعد على أصابعه من 1 إلى 5. يعني كنت نفسي أعرف إيه السر في المكان دوت، الناس كلها بتقول لي حاجة مختلفة عن بعضها. مكان كبير جدا ومساحته كبيرة وما تفتحش يعني. مواطن رقم 22. من 7 سنين المصنع كان شكله يعني تعبيره الاشمئزازي على وجهي، عبارة عن مكان زي مكان مهجور فيه تراب كتير قوي يهش ذبابة. الحيطان كان شكلها مش اللي هو يعني. المكتبة كان كل حاجة عبارة عن تراب، كان مسرح تراب. مواطن رقم 8. وطبعا كان مكان الهاوس ده هو كان شركة كرتون. مواطن رقم 6. كان هنا في زي تسليم وتسلم، لأن المصنع بتاعهم كان بره، بس كانوا بيشونوا هنا، والعميل كان يجي يستلم من هنا. عربيات نقل كانت بتيجي تستلم من هنا، وعربيات نقل كانت بتنزل هنا. وبعدين توفى الخواجة صاحب المصنع ده، والورثة أهملوا فسابوا الدنيا لصاحبات الأرض. وبعدين ابتدوا بقى يظهروا بقى الورثة صاحبات الأرض لحد ما يلعق شفته بلساني، أجروا المعرض ده للتاون هاوس. مواطن رقم 10. كان مصنع ورق تبع جريدة الأهرام اللي هنا دي. مواطن رقم 25. شركة راكتا. مواطن رقم 11. شركة سيمو بتاعت الورق. مواطن رقم 18. الأول كان في واحد بيصلح تلاجات ويصلح غسالات والحاجات دي. مواطن رقم 20. كان بتاع تلاجات وكرتون وكذا نشاط جه عليه. يفتح ذراعيه ويرفع كتفيه. مواطن رقم 2. دي قصص احنا بنسمعها. مواطن رقم 5. كنت أقعد أتفرج مع نفسي، يا ترى المكان ده فيه إيه؟ يعني إيه الأشباح وإيه اللي فيه؟ يعني إيه بالظبط؟ يعني فيه تعابين، فيه أشباح، فيه والمكان ده كنت يعني هما بيوصفوا المكان كأنه مثلاً مكان صغير، ما يعرفوش إن هو فيه امتداد لغاية آخر المكان، عشان ما كانش بيشوفوه خالص ولا بيتفتح. المهم بعد ما أستاذ ويليام وياسر كلموا صاحب المكان وفتحنا أول يوم وشفنا المكان، أنا بصراحة أنا خدت المفاجأة. يفتح عينيه على وسعهما. مواطن رقم 22. كان مكان زي القصر اللي ورا ده، يمكن كمان كان حاجة فوق كده. أخد مننا مثلا بتاع 2 سنين، رجع زي ما حضرتك شايفات كده، يعني
خد مجهود جامد قوي مننا الحمد لله زي ما ادينا له ادالنا. مواطن رقم 5. المكان كان نفسه ما كانش نظيف، كان مليان، كان فيه جميع انواع الزباله اللي انت قلبك يحبها. يتكلم بصوت ضحك. من قماش للطوب للزلط تقريبا كان فيه دش اللي كنت شايفه كان سليم، يعني فيه كان دش بس دش من غير ميه. يضحك. ما كانش فيه ميه. مواطن رقم 16. كنت انا بخش عشان املى ميه من جوه، كان فيه كولدير ميه ساقعه من جوه وكنت اخش جوه اتفرج عليه. مواطن رقم 3. فساعتها مستر ويليام والكلام دوت وياسر طبعا والكلام دوت فخدوها وبتاع ووضبوها والكلام دوت. مواطن رقم 28. يعني ده كان شيء كويس لان طبعا ده اتاح فرصه لناس اشتغلت كتير في المكان واتاح فرصه بقى برضو كمان لمساعده اطفال كتار لتعليم رسم تعليم يعني التمثيل والرسم اللي هو متحرك على الورق ده والمتعوقين برضو كان بعضهم انا كنت بشوف الحاجات دي كلها والورش دي كلها في التاون هاوس. مواطن رقم 2. كفايه ان هو مصنع بينتج فنانين. يبتسم ابتسامه عريضه. مواطن رقم 1. كانت عبارة عن دكانة مكواجي ودورة مية وبوفيه. اللي بعد منه كانت ورشة خواجة اسمه الخواجة مانو. الراجل ده يوناني. يمسك بنظارته الموضوعة بين أزرار قميصه. كان أيام التهجير أيام البشوات بتوع البلد كان اليونانيين واخدين هنا. فلما جه اليونانيين مشيوا من هنا راحوا في حتة اسمها أبو قير في اسكندرية. الراجل ده راح معاهم وساب المكان ده بدون أي وريث بدون أي حاجة. مواطن رقم 17. أما جه صاحب المحل الله يرحمه اشتراه من الورثة. مواطن رقم 10. القهوة مبنية من ينظر لأعلى محاولا التذكر حوالي من الستينات 65 حاجة زي كده. مواطن رقم 7. الله يرحمه كان الراجل صاحبها اسمه محمد ليبتون لأن هو كان لسه كان أيام ما جه كان هنا الشاي اللي هو الصنف اللي اسمه الليبتون ده كان طالع جديد فالناس سموه باسم ليبتون. مواطن رقم 10. يعني هو الحاج محمد صاحب القهوة يعني كان راجل صراحة كويس يعني معاملته مع الناس حلوة طبعا كان بيلبس جلابية. يشير إلى ملبسه. هو مش بنطلون وقميص وكان بيلبس جلابية. ينظر بعينيه لأعلى. لأن هو من الصعيد. في صورة ليه من أيام ما كان شغال عملوا معاه لقاء مع الأهرام ويكلي متحمسا وفخورا في الجورنال بتاع الأهرام ويكلي كاتبين عليه صفحة كبيرة كده متصورة هناك في المحل. مواطن رقم 1. الحاج محمد ليبتون خد البوفيه ده تعبيراته الاستمتاع على وجهه وهو يقص فتحه وقال لك إن عايز أعمل حاجة. لما جينا نبتدي بقى يبتدي الحاج محمد يعمل قعدة برة. قال لك أنا هجيب كام شيشة واشتغل إيه؟ قعدة برة. طب إزاي يقعد والجو هنا شمس ونار أيدة؟ كانت لسه المنطقة مفيش حد. الورش دي كانت لسه كلها. يصدر صوت طقطقة بفمه ثم يخفض من صوته قليلا. فجي الحاج محمد قال لك أنا هزرع إيه؟ أعمل عنبة قضلة. مش كعنبة أكل، كعنبة لضلة يعني. يعني زي زينة كده للزمن. دقينا دق فرع على ناصية السور هنا بتاع المدرسة. كان هنا في سور بتاع القصر ده. واحدة على اليمين وواحدة في النص وواحدة في الآخر هنا اللي هي موجودة حاليا الشجرة التخينة موجودة مكانها بتاعتها. مواطن رقم 25. شجر 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 كان كلها شجر. يرفع ذراعيه ويحرك أصابعه وكأن الهواء يداعب الشجر. فوق كده كان وكانت مضللة على كل الشارع. سموها التكعيبة. عشان كان الناس بقى بتيجي تقعد بالليل في أيام الحر اللي زي دي تحت التكعيبة. والواحد بقى يشرب الشاي ويشرب الشيشة كده ويقعد بقى في الهواء. جميلة. مواطن رقم 26. وكان في تسجيل وسماعات في مركونة على حتة القصر.
بتشغل أم كلثوم وعبد الحليم وأغاني وكل حاجة. يضع سبابته اليمنى خلف أذنه اليمنى. مواطن رقم 7 محمد ليبتون أخد شهرة جامدة على أساس إن هو كان بيعمل كركريه نظيف، وكان بيعمل حاجات كانت لسه يعني ما كانتش ظاهرة قوي في مصر. الكلام ده كان من سنة كام؟ 85-86. مواطن رقم 16 الحاج محمد ده أيام ما كنت في المدرسة كنت بعمل حاجة طريفة جدا يعني معاه. كان ليا وقت الفسحة بنده عليه من عند المدرسة كده، يا عم محمد يا عم محمد. كان بيعمل كوباية سحلب أو عناب، كنت ألم من الطلبة مبلغ وأحدفهوله وأقول له بعت لنا الحاجة دي في المدرسة، فكان يبعت لنا. كان بيدخل لغاية المدرسة بالصينية فيها السحلب والشاي أو العناب ساعة الفسحة يعني، فكان مبسوط من حاجة زي كده إن هو بيدخل لغاية المدرسة ومعاه الحاجة دي، والطلبة بيحبوا حاجته جدا. مبتسما طوال قصه للحكاية. مواطن رقم 1 أنا أصعب لحظة شفتها في حياتي في القهاوي دي بالظبط هي لحظة وفاة المعلم. يعتدل في جلسته ويستحضر لحظة الوفاة. كنا قاعدين بنرص حجر المعسل، وكانت في جنب الوجاء بتاعنا بتاع الفحم كان الناحية التانية ناحية سور القصر ده، لقيت المعلم قاعد حاطط إيده كده، وحسيت إن في حاجة في القلب عنده مش طبيعية. يضع يده اليمنى على قلبه، كل شوية يرفع في نفسه كده زي ما تكون الروح، أنا حسيتها والله أعلم إن الروح بتوصل معاه هنا. يشير إلى حنجرتي عايزة تطلع. خدناه وديناه مركز القاهرة لأمراض الكلى، فقال لك ده ميت بقاله 5 دقايق. كنا قمة المأساة اللي احنا فيها دي يعني ما توقعتش. كان في تكعيبة وشجرتين زرعهم المعلم بإيديه، بقول لك ده في الناس 11 الساعة 1 كانت التكعيبة بتقع. يلوح بذراعي. التكعيبة كلها كانت بتقع منينا، انت ما شفتش التكعيبة. التكعيبة كان منظرها يعني عبارة عن تكعيبة عنب، كان فرش عنب، شجرتين كده، 3 شجرات عنب، 3 فروع عنب، وفي فرع قد كده يصنع دائرة بكفيه، يقعوا مرة واحدة زائد الشجرة بتاعته اللي هم الشجرتين اللي هم حاططهم بإيده، الشجرتين دول يقعوا لوحديهم كده بالجذور بتاعتهم، مش قطن، بالجذور بتاعتهم والله، يطلعوا. ده دليل إنه حتى الحاجة بكت عليه. مواطن رقم 15 القصة اللي أنا سمعتها عن التكعيبة إنه في يوم من الأيام شالوا التكعيبة عشان البوليس قرر إنه ما ينفعش يحطوا تكعيبة على سور القصر، وأعتقد إن كان في يعني نوع من المشاغبات بينهم أو علاقة يعني البوليس عايز يعاقبه، معرفش، بس ده اللي أنا سمعته. تلوي شفتاها تعبيراً عن عدم تأكدها من المعلومة. مواطن رقم 2 فساعات كانت بتقفل يوم يومين لحد ما يوضبوا أحوالهم ويفتحوا تاني. مواطن رقم 19 احنا كنا زمان كنا مثلا عارفين بعض، اللي قاعد على القهوة عارف بعض، فانتشرت لما كبرت والناس بقت تيجي بقى، وفي صحفيين وفي إعلاميين وفي ابتدت أنواع من البشر يجوا يقعدوا، جنسيات مختلفة، فطبعا كل واحد ليه رأيه وليه فكره وليه، فكل واحد بيبقى في حاله غير الأول. كانت بتبقى أسرة واحدة قاعدة على القهوة، ياكل ويشرب، وممكن وانت ماشية كده يروح مناديلك يقولك تعالي كلي، يلوح وكأنه ينادي على أحدهم، لازم تاكلي لازم تشربي. دلوقتي لأ، خلاص الحال اتغير، فالزمن اللي احنا فيه والحاجات دي يعني الحال اتغير طبعا. مواطن رقم 15 تستند بذراعه الأيسر على ظهر الكرسي. القهوة نفسها ما اتغيرتش قوي يعني، شكلها بس عدد الناس أكتر يعني كبر، والناس اللي بتروح هناك اختلفت، فيعني قهوة التكعيبة دلوقتي طبعا بيروحها ناس فنانين مثقفين كده، ووجود التاون هاوس وكل النشاطات اللي التاون هاوس بيعملها يعني طبعا في فنانين شباب كتيرة بيجوا بيقعدوا في القهوة، وفي حرية أكتر يعني عشان الجو الفني والشبابي بتاع المكان، ففي حرية أكتر يعني، البنات بتقعد مع بعض مع الرجالة يعني مفيش مشاكل متهيألي. مواطن رقم 1 إحنا حي شعبي، ناس شعبيين بسطاء، فلما يجي الخواجة
الخواجاية من دول تطلع في الأمان وتنزل في الأمان، بل بيبتسموا لها ويضحكوا معاها وبروح حلوة وبروح المصريين الحلوة. إذن إحنا بنحبهم. مواطن رقم 29، أنا هنا الوضع ما يعجبنيش يعني، واخد بالك؟ يعتدلوا في جلسته يعني هنا يعني من ناحية دينية مثلاً أو كده. فإحنا عندنا، أنت فاهمة يعني، حضرتك مسلمة ولا؟ يشير بيده. آه مسلمة. طيب، فأنا يعني بالنسبة ما بقعدش على القهوة يعني. أنا مثلاً لو قعدت على القهوة يبقى في أقل القليل أو في حيز بسيط جداً، لأنه أنا حاجة زي كده في الدين ما فيهاش طبعاً قعد على قهاوي ولا شيشة ولا الكلام ده كله. مواطن رقم 9، يعني بلجأ فيها أصدقائي واللي هم اللي بلاجيهم في ورشة سوا، وبلجأ برضو ناس من مناطق تانية وأتعرف عليهم وأحكي معاهم شوية وبعدين أرجع البيت. مواطن رقم 1، ده مكان بيتنفسوا فيه شوية، بيشموا نفسهم شوية من ضغط الحياة ومسؤولية الحياة. مواطن رقم 26، من ساعة ما جيت أكتر من 6-7 سنين يحك جبهته، وأنا أشوف السيارة دي أو العربية دي مركونة جنب القصر على طول وقصادنا وقصاد القهوة بتاعتنا. مواطن رقم 27، لا، الأول كانت شغالة عادي، العربية كانت ماشية راحة جاية، وبعدين جالها حل الوقف بتاعها، وقفت وموسم الصلاحية بتاعها انتهى. ينفض سيجارته وهو يضحك. مواطن رقم 10، احنا من زمان دي كذا عربية تتغير، كانت الأول عربية نقل كبيرة، يصف الحجم بيده، وبعد كده عربية ميني باص، وبعد كده دي. مواطن رقم 26، أعرف إن هي ملك لقسطة ميكانيكي كان بيشيل فيها العدة بتاعته اللي بيشتغل بيها، وهو شغال في الشارع ما عندوش ورشة على ما أعرف. كل اللي أنا أعرفه إن هو حاطط فيها العدة بتاعته، بيقفل عليها بيشتغل منها، وإحنا في بعض حالات بنحتاجها، بنحط فيها حاجة يعني، إحنا مثلاً عايزين نركنها، يمسك بذقني، بدل ما نرميها في الشارع بنحط فيها. مواطن رقم 10، يعني دي كنا بنحط فيها المعسل الأول، لأن ما كانش عندنا إلا المحل ده بس، المحل الصغير ده، ما كانش عندنا المحل التاني، فلما خدنا المحلات دي ووسعنا الحمد لله فخلاص بقى استغنينا عنها. فبتاعت واحد ميكانيكي ركنها عندنا، فمدريانة شوية من البلدية وبتاع والكلام ده. يبتسم بتحفظ. مواطن رقم 6، دي منها محطة ومنها مسكن. مواطن رقم 22، بتاعت خواجة مش عارف اسمه ديفيد حاجة كده، فهو كان واخد العمارة دي من 8 سنين تقريبا، فمش عارف حصل موقف كده معاه فساب ال يتنحنح وضعا ظهر كفه على فمه، فساب الفيلا دي وسافر واشتراها واحد فسكن فيها دلوقتي، ورجع تاني ديفيد دوت حاول انه ياخدها منه تاني فمرضيش تقريبا، يبحثوا عن الكلام يعني، حصل مشاكل كتير قوي بسبب الموضوع ده، عشان يعرفوا عايزين يخرجوا من موضوع الفيلا ده، فده كان متمسك بيها قوي وده كان متمسك بيها قوي. الناس كانوا مستغربين، طب ايه الشيء اللي فيها اللي يخلي حد كده يتمسك بحاجة زي كده. مواطن رقم 28، بس ديك الوقت انا ما كنتش يعني عندي فكرة دي كانت بتاعت ايه، انا كنت افكرها مثلا دي كانت بتاعت تبع المكان تبع الصرف الصحي. مواطن رقم 1، المبنى الاخضر ده بقى حكايته حكاية. المبنى الاخضر ده خاضع لشركة اسمها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء. يشبك اصابعه ويفتح عينيه استعدادا لقول شيء مهم. مواطن رقم 7، تملي هو في عرف المهنة بتاعت الكهرباء إن المهندس بتاع الكهرباء لازم يكون ساكن في نفس المبنى، ويقال إن هم شالوا منه الكهرباء. مواطن رقم 11، والمحطة ديت هي الرئيسية بتاعت المنطقة اللي بتغذي المنطقة كلها. مواطن رقم 8، مغذية السيدة زينب وسط البلد. مواطن رقم 6، موجودة لحد دلوقتي
يعني بيباشروا برضك أما بيكون في عطل في المنطقة كلها بيجوا يشوفوها تحت. مواطن رقم 24، هي دلوقتي تبع الحكومة دلوقتي، كانت مع شركة أجنبية اللي هي إدارة الكهرباء ديت، كانت شركة أجنبية وكان تقريبا كل الشركات يلوح بيده صانعا دائرة كبيرة الموجودة عندنا هنا في القاهرة 90% منها أجانب، وبعدين بقى طبعا التأميم والبتاع والحاجات اللي عملتها الحكومة ديت فاحتضنتها الحكومة. مواطن رقم 25، كان فيها مهندس اسمه جورج، كان بيصلح بيمشي من غير خريطة ومن غير حاجة، يعني يعرف الأرض ويقول لهم الضربة، ضربة كهرباء مثلا، ضربة الكهرباء يقولوا الكهرباء قطعت في المنطقة الفلانية، فينزل بالعربية يقول لهم افحتوا هنا بدون خريطة، يفحتوا يلاقوا الضربة هنا فعلا، يفحتوا يلاقوا الضربة، يصلحوا الكابل، ومهندس كهرباء هو أصلا مسيحي. فراح السيدة زينب فتح البتاع بتاع الكهرباء راح الضربة فيه، فجه هنا مولع ووشه سايح. يشير مستاء لوجهه بكلتا يديه. مواطن رقم 2، فتقريبا المبنى ده كان مدهون أصفر من حوالي 3-4 سنين. مواطن رقم 15، مش باين حتى لأنه كان لونه بتاع ده بني. تلوح بكفيها كأنها تمسح على سطح المبنى، يعني زي بقية عمارات القاهرة. مواطن رقم 15، لقيت ابتدوا يعملوا تغييرات في البيت، يعني يصلحوا الجنينة، يبلطوا الجنينة، يبيضوا، يدهنوا البيت، عربيات سودة بتيجي، واحد ابتدى يعني جاب واحد متخصص عشان ينظف الجنينة والشارع اللي قدام البيت. فده حاجة ظريفة لأنه الشارع دايما اللي قدام البيت نظيف، وده جنب بيتي على طول. تضحك. وبعدين ابتدى البيت بقى شكله يبقى ظاهر أكتر لأنه لونه كده أخضر فاتح فستقي. مواطن رقم 19، ابتدى بقى الأستاذ محمود إيه ينظف ويكبر لأنه رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، فلذلك ابتدى يطور فعمل بقى الأسانسير، لكن ما كانش فيه أسانسير. ينظر يسارا ويشير، ولا كان اللون الأخضر ده ولا كان أي حاجة. مواطن رقم 10، الفيلا الخضراء دي ينظر لأعلى، يعني هي زي عملية وراثة، يعني كان فيها الأول وزير بتاع الكهرباء فلما تشال قعد فيها برضو، واللي ماسكها برضو دلوقتي برضو وزير الكهرباء. مواطن رقم 1، راجل أقولك إيه بس، قمة في الأخلاق، رافعا ذراعيه للسماء. مواطن رقم 26، الراجل من ساعة ما جينا راجل محترم، راجل مفيش حراسات ولا في زوبعة ولا في أي حاجة، هدوء تام فيها، محدش مفيش أي يستنشق بقوة، مفيش أي سلطة يعني قدام الفيلا. مواطن رقم 1، أي مشكلة بتحصل معانا في القهوة، لدرجة الغلق بتاع القهوة ده، وقت ما حصل غلق عندنا في القهوة هنا جالنا الغلق شهر، نعمل إيه ونروح فين؟ اتصلنا بمين بقى؟ لما لجأنا المحمود بيه، جه الراجل بصراحة شاف منظر القهوة قافلة، وهو اتعود علينا خلاص، يعني اتعود علينا، صوت ما بنعملوش، محافظين له على المكان، محافظين له على ده. الراجل جه قال لنا في ايه؟ القهوة قافلة ليه؟ فمحمود بيه الوضع كذا كذا كذا، الراجل محمود بيه يحك صدره، راجل يعني الله يبارك له بصراحة، ربنا والله بدعي له الله يبارك له، يعني كل الناس هنا بتحبه. ادي حكاية الفيلا، يعني الفيلا من زمان، من انا هنا من 19 سنة. يضع يديه على صدري، وجيت لقيت الفيلا دي وما يقعدش فيها غير المديرين. مواطن رقم 17، العمارة دي مبنية من حوالي، ينظر لأعلى محاولا التذكر، من الخمسينات، دي كانت بتاعت واحد خواجة. مواطن رقم 7، لا احنا نسمع ان هي كانت بتاعت شرهان، حاليا لحد دلوقتي شرهان الممثلة. مواطن رقم 29، اللي كانت بتعمل الفوازير وحاجات زي كده، ده كل ما هو في العمارة يعني. مواطن رقم 10، يشير ناظرا لليسار، كان ساكن فيها ممثلين كتير، إبراهيم نصر ونور الشريف
كان ساكن فيها طبعاً لواءات وعمدة والكلام ده، مواطن رقم 29، وكان فيها ناس أجانب يعني ناس من اليونان. يحكوا أنفه، بس هم عزلوا دلوقتي، وكان فيها ناس طبعاً أغلبهم توفوا، وفيها دلوقتي بعض السكان يعني، والباقي يعني العمارة بتتأجر يعني مفروش، وفيها المحل بس. مواطن رقم 11، لا والله هي مليانة حكايات بس ما ينفعش الواحد يقولها. يضحك. مواطن رقم 15، أنا بحب أحكي قوي لما جيت المبنى هنا، لأن أنا من مصر الجديدة، يعني مش من وسط البلد، بس عشان شغلي في وسط البلد فتعبت بقى من عارفة المشاوير، لأن السكة بتبقى زحمة قوي. تحك أذنها وتداعب شعرها بأصابعها. وبعد بقى 15 سنة ولا تقريبا يعني بروح واجي، ففي يوم قلت أنا عايز أعزل، وابتديت أدور على بيوت في مناطق يعني الدقي الزمالك كده. طبعا الإيجارات كانت غالية قوي. تستند على ظهر الكرسي. واحد صديق قال لي إنه في شقة في وسط البلد هتفضى، وهو كان زميل ليا اللي ساكن فيها أصلا، كان زميل ليا في الجامعة، وهيمشي يعني يروح المعادي، فروحي شوفيها. فجيت، هي شقة غريبة قوي لأنها على 9 دور، الدور التاسع والعاشر، وبس صغيرة يعني أوضها كده صغيرة. ففي الأول قلت دي أوض صغيرة قوي وبتاع، وبعدين لما طلعت بقى فوق وشفت الأوضة اللي فوق كبيرة وحلوة، وبعدين فيها بلكونات. اللي حلو في الشقة عندي إن البلكونات كلها بتبص على ما فيهاش، مش زي كل حتة في وسط البلد ما فيهاش عمارات لازقة في بعضها، فده الحقيقة اللي مخليني أحب المكان ده، لأن أنا بقدر أشوف السما لما بطلع 9 أو 10 دور، ومفيش قدامي عارفة عمارات طويلة، فأرجو إن هما ما يهدوش القصر. تضحك. ويعملوا بقى ويبنوا فيه عمارة يعني، معرفش يمكن يحصل بعد ما أمشي. بس هي دي القصة يعني، عجبتني الشقة وأخدتها على طول، ومن ساعتها وأنا موجودة فيها يعني. طبعا عندي قصص كتير قوي مع السكان في العمارة، لأنه زي كل العمارات في القاهرة الناس ما بتهتمش بصيانة المكان اللي هم عايشين فيه، فدايما يعني بتخانق تقريبا مع البواب ومع السكان، إن هم لازم ياخدوا مسؤولية ويساهموا في صيانة الحاجات اللي احنا بنستعملها في العمارة، فدي دايما عاملة لي مشكلة يعني، والناس هنا ما بيهتموش بحكاية صيانة المكان اللي هم عايشين فيه. مواطن رقم 7، ينظر يساره. لدرجة إن أنا كنت هاخد شقة فيه فوق، بعدين لقيت الـ الـ الأسانسير بتاعه بيخوف كده، فبعد ما طلعت فوق مع الوكيل بتاعها حسيت إن أنا قلت لأ مش هطلع، أنا أشوف لي أي بيت قديم يضحك يكون أأمن وأحسن من ده. مواطن رقم 14، تمضغ لبانة. أعرف الناس اللي قاعدة تحت العمارة يعني المكواجي والراجل العجوز التاني اللي بيقعد عند المكواجي. مواطن رقم 6، المكواجي اللي هو تحت العمارة ده اسمه عم محمد، وده توفى الله يرحمه، ومسك بقى ولاده في المحل. مواطن رقم 6، الفكهاني ده كان من زمان، كان على الرصيف الناحية التانية، فجات أيام البلدية ما بينضفوا بقى الشوارع فشالوله المكان ده. يشير يساره، فوقف جنب المكواجي جاب حاجات صغيرة كده وحطها جنبه، يضم كفيه ثم يضعهما على قدميه. عم رزق اللي هو حاليا قاعد لحد دلوقتي. مواطن رقم 18، مبتسم وهادئ الوجه. إن ما كانش يعمى يدوني ترخيص ما نقدرش نعمل، فنجلت عند المكواجي اللي هو في الجنب ده، هو أنا بجيب بضاعة هناك وبفرش وكل حاجة، بس يعني البيع والشراء مش زي ما كان في الكشك. مواطن رقم 20، الحكاية عندكم انتوا، لأن طلعت أساطير كتيرة عن القصر، في اللي قال مملوكي، وأيد الكلام دوت السراديب الموجودة على النيل.
في إن دي كانت هتبقى أداة هروب للمملوك أو لأسرة المملوك. مواطن رقم 6. القصر ده بتاع واحد اسمه سعيد حليم من اسكندرية، اللي هو لحد دلوقتي على عصمته هو، يعني باسمه هو لحد دلوقتي. مواطن رقم 4. سعيد باشا حليم دوت من عيلة الملك، وكان المفروض إن هو يتجوز فيه واحدة أميرة تركية، وبعدين القصر ده اتبنى خصيصاً عشان تعيش فيه. مواطن رقم 13. ومراته كانت أميرة، فحبت تسكن على النيل، فعمل لها سرداب يوصل من القصر للنيل في... تمسح أنفها. في قصر النيل. مواطن رقم 4. وبعدين اليوم اللي هي وصلت فيه، جت بالعربية من ناحية أبو طارق كده، اللي هو الحي الشعبي، كان حي معروف، فكان في دايماً في موقف العربجية، فطبعا هو كان حي شعبي بكل طقوسه، فحصل نوع طبعا من انواع التنافر الاجتماعي. ازاي هي تعيش في وسط وجنب فما رضيتش تسكن فيه. مواطن رقم 11. قالت له ان القصر دوت، بنفس اللفظ، القصر دوت ده زي الاسطبل عندنا، يطبق كفيه ثم يفتحهما. مواطن رقم 7. وبناء على ذلك ما سكنوش فيه، يعني ما تسكنش فيه، واتهجر لحد ما جت الثورة أيام عبد الناصر، فطبعا الحاجات دي كلها اتأممت. مواطن رقم 4. وفضل القصر فاضي على ما عليه لغاية لما قامت الثورة، وأخدت القصر من ضمن الحاجات اللي اتاخدت في عصر الثورة، واتعمل مدرسة. يدخن سيجارته. مواطن رقم 13. فخدوها طبعا لما خرج الملك وبتاع، واستولت الحكومة والحراسات وبتاع، خدوها عملوها مدرسة النصرية. مواطن رقم 25. ودخلوا بقى الأولاد اللي هنا بتوع المنطقة ومش عارف ايه. مواطن رقم 11. وعلى فكرة القصر دوت الورثة أصحاب القصر موجودين لغاية دلوقتي في جاردن سيتي. يشير بإبهامه جهة اليسار. مواطن رقم 26. معرفش بقى إن ليه ورثة من حقهم ياخدوا القصر. مواطن رقم 4. ومش عارف ايه سبب تسمية القصر بقصر شامبليون، يمكن نسبة للشارع. مواطن رقم 18. القصر اتسمى لما اكتشف حجر رشيد واحد اسمه شامبليون، فطبعا لما اكتشف القصر ده فادوله القصر ده بناه. مواطن رقم 20. وطبعا الكلام المتضارب دون ما اداش الى معرفة الاصل التاريخي للقصر. مواطن رقم 2. الحقيقة فين ما نعرفهاش، وبعدين لازم يبقى في سر عشان خاطر الناس تحاول تعرف. ينظر يميناً لأعلى قليلاً. عشان في سر الناس كلها مهتمة بيه. مواطن رقم 20. وبقى يعني اختلفنا فيه مع بعض المثقفين، هل هو تراث قوطي ولا تراث فرنسي، ولا هو ينتمي إلى مدرسة الحتة بتاعت الكربة يعني. مواطن رقم 1. كان بيلقب بحاجة اسمها القصر الوردي. مواطن رقم 18. هو يعني منظره كده بس، هو عايز توضيب منظره، يعني أثري، حاجة محترمة جدا، لأنه هو مبني البنى بتاعه رخام أحمر مرمر من أطاليا. يشير بسبابته اليمنى للسماء، يعني مش موجودة النهاردة. مواطن رقم 23. وما كانش الحتة دي أولها ما كانش فيه عمار كده وبتاع، يرفع يده اليمنى ملوحا خلف رأسه. كان واصل للبحر كده، يعني منه للبحر. مواطن رقم 4. وكان الجنينة بتاعته بتطل على شارع محمود بسيوني من بره. العمارتين والجراج دول كانوا الجنينة بتاعته. مواطن رقم 25. وكان في ترعة ماشية من الشارع ده لغاية الترعة البولائية. مواطن رقم 13. تحفة فنية، فيها أشجار نادرة، مفيش أبدا أبدا في مصر كلها أشجار زيها. مواطن رقم 16. القصر ده وهم من جوه الصراحة، يعني يبتسم، أنا دخلت فيه حتة حتة. مواطن رقم 22. دخلت لقيت حاجات كتير قوي جميلة قوي فيه. مواطن رقم 20. في مدخل القصر الرئيسي كان موجود حوض بمفهوم الحوض، منبهرا، الحوض الطبيعي، يعني مش حاجة صغيرة لأسماك الزينة، وده كان يعني شيء مبهج لأي بني آدم بيخش، لأن طبعا بحجم الحوض كنت بتشوفي السمك بكل ألوانه المبهرة موجودة. مواطن رقم 11. كان في زخارف، الحنفيات كانت ذهب وكانت فضة، يضم أصابعه اليمنى كأنه يمسك بالصنبور. مواطن رقم 10. اوض كده شمال ويمين وسلم في النص. مواطن رقم 16. أنا كنت أول سنة في الدراسة، وكنت أسمع عن الممر ده وعن القصة اللي هي بتاعت القصر، إنه كان في ممر. مواطن رقم 1. سرداب يوصلني لعبدين،
إلى قصر عابدين، القصر الجمهوري اللي حالياً قصر رئاسة الجمهورية في عابدين. يشير بإبهامه خلف كتفه. طيب الممر بتاع قصر عابدين هو فين موقعه؟ قال لك هنا في البوابة. يقف ويشير. دي اللي هنا، في باب هنا برضو بيدخلك على قصر عابدين. لحد دلوقتي الخرائط اللي هما بيجيبوها من الآثار مش قادرين لحد دلوقتي هما يعرفوا هي فين بالظبط، مش قادرين يحددوها، مع إنها بسيطة. يعني هو آخر ده، آخر البوابة دي في باب حديد كده صغير. الباب الحديد ده بفتحه وما بيفتحليش. يهز يده وكأنه يحاول فتح الباب. الباب كله لحام في بعضه. قلت له أنا أشك إن هو ده يكون السرداب المؤدي إلى قصر عابدين، والسرداب التاني مواطن رقم 16 يطلع على البحر اللي هو قصر علاقات القصر اللي هو على البحر. أخدت واحد صاحبي وقلت له تعالى نشوف الممر هيوصلنا لفين أو طوله لغاية فين أو شكله. فدخلنا في أوض كتيرة جدا على اليمين والشمال وفي قضيب زي القطر. ففضلنا ماشيين بتاع تلت ساعة نص ساعة، اكتشفنا إن احنا في نص التحرير. يعتبر الممر ده يكمل لغاية البحر اللي هو حاليا في قصر هناك اللي هو بتاع الهيئة الدبلوماسية دي، يوصل لغاية الهيئة الدبلوماسية هناك. بس لما دخلوا المترو فصلوا الممر ده. كلما ذكر كلمة ممر يلوح بيده مثل بندول الساعة. مواطن رقم 1، الممر ده هو اللي بينزلك على محطة أنور السادات بتاعت مترو الأنفاق. قال لك لا، ما ينفعش يتفتح الممر ده تاني بقى. مواطن رقم 16، فلاقينا برضو في عربية اللي هي بتمشي على القضيب دون، واكتشفنا إن كان بيقولوا إن ده كان مطبخ بنت شامبليون. فالقطر دون يتحط عليه الأكل من المطبخ اللي هو حالياً في قصر شامبليون، فيطلع لغاية البحر على القضيب ده كده. الأكل سخن لغاية هناك، يخش على القصر هناك، والمطلع بتاعه بقى هناك بس للأسف اتقفل. بس المسافة طويلة جداً جداً جداً، في أوض كتير على اليمين والشمال مقفلة، ولقينا في بيانو مهول مهول كبير جداً، منبهراً جداً وعيناه متسعة، يعني بتاع 4 × 5 متر وبصوابع عاج. بس لقينا الإهمال، مية عليه وتراب وبتاع. طبعاً إحنا بنسأل يعني ده ليه موجود ده كده؟ قال لك ده تقيل جداً ومحطوط في أوضة. يعني البيانو ده اتحط في أوضة واتبنى عليه حيطة، يعني من كبره هو دخل الأول وبعدين اتعمل له الباب، يعني ما كانش ينفع يطلع تاني بره بقى خلاص. مواطن رقم 20، والمدرسة دي خرجت ناس، يعني هو أنا ما كنتش من خريجينها، لكن اللي أنا أعرفه إن هاني شاكر الفنان الكبير خريج هذه المدرسة، وفنانين كتير، وأكيد بقى في صحفيين وحاجات زي كده. مواطن رقم 25، وبعدين المدرسة كان طالع منها النحاس باشا وناس باشوات كانوا بيجوا بعربيات فخمة، عربيات جميلة، والناس كانت محترمة وبيجوا يلبسوا الطرابيش كده كلهم. يشير لرأسه مبتسما. ويجي السواقين ياخدوهم أطفال كده لابسين بدل وجرافطات وحاجة نظيفة كده وكويسة قوي يعني. مواطن رقم 15، وكان صوتهم كل يوم الصبح كانوا بيغنوا نشيد بلادي بلادي. كنت دايما أصحى عارفة يعني في الوقت اللي هما بيغنوا فيه واسمعه يعني، وكان ساعات يبقى نفسي ما اسمعوش بس. تضحك. مواطن رقم 4، لك أن تتخيلي أنه يكون أطفال في المرحلة الإعدادية من تكسير إزاز وتخليع رخام و... مواطن رقم 16، ولينا نشاطات جوه كتير برضو. كنا بنوظف في المدرسة ديت، كان في نافورة مش شغالة شغلناها. مواطن رقم 2، أي مكان لو جميل وحلو ونظيف في أطفال لازم يبوظ. مواطن رقم 20، بالنسبة لأهالي المنطقة محقق لهم الأمان لولادهم، ابنه هينزل من البيت في 3 دقايق هيبقى جوه المدرسة، فمحقق لي المصلحة الشخصية، فعند المصلحة ينتهي صوت العقل. يلوح وكأنه ما باليد حيلة. مواطن رقم 19، كنت مدرس أنا هناك شغال هناك، وكان فيها معامل وكان فيها حاجات كتيرة ما يخص وزارة التربية والتعليم طبعا. طبعا لما احنا شلنا المدرسة شلنا بقى كل اللي هو كان متعلق بالمدرسة.
مواطن رقم واحد. لما جات وزارة الثقافة أخدته قالك لا ده ممنوع يقف بالباترينا، فجوم شالوني بالباترينا بتاعتي من ساعة ما وزارة الثقافة خدته. إزاي؟ ده أنا كنت قاعد في القصر، ده أنا كنت بخدم في القصر، ده أنا كنت بنظف القصر، بروق القصر، العيال كانت بتاعت المدرسة، تكسر كل حاجة أنا أرجع أعملها تاني. متأثراً جداً وحزيناً ومستاءً. جنب المبنى ده على طول بالظبط كان في أوضة عاملينها خشب بتلات سلالم كده كنا بنبات فيها، شالوها من ضمن لما احنا نظفنا القصر. يضع كفه الأيمن على صدره. قالك أي معالم معمولة قديمة أو اتعملت دلوقتي تتشال، من ضمنهم دور الحضانة دي يعني. أقول وزارة التربية والتعليم بهدلته أكتر ما طورته؟ ليه وزارة الثقافة بتبهدل أثر زي ده؟ يعني شيء زي ده لم أخذ في دي الكلمة يعني. معلش ممكن يجي ناس من بره من دول تانية من أوروبا وآسيا والدول دي يتفرجوا على المنظر الحلو ده عندنا، يعني ليه بيبهدلوه ويبهدلوا العلامة بتاعته والأصالة بتاعته؟ مواطن رقم 13. أما هيئة الآثار تبع وزارة الثقافة اللي هو الدكتور فاروق حسني فنان قال لك الله، طب دي عبارة عن حاجة هتدرلنا فلوس أكتر من المتحف المصري، لو إحنا عملناها وطورنا المتحف وخليناه على المباني القديمة بس عملنا فيه ترميم وبعدين فتحنا السرداب ده كل الأجانب هتيجي عايزة تنزل من السرداب ده، فهتجيب عملة صعبة أكتر من المتحف المصري. مواطن رقم 7. سمعنا بقى بعد كده إنه في معركة شغالة ما بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم. مواطن رقم 6. وبعدين هيئة الآثار لما رفعت القضية على وزارة التربية والتعليم كسبتها وبيحاولوا يجددوا فيه يعني. مواطن رقم 7. بس لحد دلوقتي بقى لهم أكتر من 5-6 سنين أهو، وشالوا منه التلاميذ وشالوا منه كل حاجة ولحد دلوقتي محدش عمل فيه حاجة. محبطاً. مواطن رقم 30. حبينا إن إحنا ندهن السور بتاع القصر، يعني وش نظافة. الناس اللي في القصر أو الحراس رفضوا، قالوا لأ ما تجوش جنب السور. طب يعني إحنا عايزين ننظف ومش عارفين ننظف. مستفزاً جداً. مواطن رقم 30. يقال إن وزارة الآثار خدتها، يقال. نظرات غير مقتنعة. لأن وزارة الآثار لو هي شايفة القصر دوت المفروض يعتنوا بيه. مواطن رقم 15. جادة. بس القصر محتاج فلوس كتير قوي قوي عشان يترمم. مواطن رقم 30. لكن اللي نما إلى علمي برضو إنه في شخص هو اللي خد القصر ده مش وزارة الآثار، وفي ادعاء بقى إيه إن وزارة الآثار هي اللي واخداه، فلو كانت وزارة الآثار هي اللي واخداه فما يتسابش بالمنظر ده يا جماعة يعني، أو على الأقل في خلال السنتين تلاتة دول يبتدوا بقى يشتغلوا فيه، لكن ده يعني بيأكد لي إن مش وزارة الآثار أبداً هي اللي واخداه، يعني شخص معين هو اللي واخده ومخليه لغاية وقت معين، لغاية وقت معين هو يا إما هيهده وده طبعاً خسارة، يا إما معرفش إيه اللي هيتم. يعد على إصبعيه؟ هل هيقعد فيه؟ لأ، هيحسبها حسبة تانية، يقول مثلاً المتر في المنطقة دي في المكان دوت بكام ألف أو بكام مليون، ده لو خدها شخص، لكن لو خدتها وزارة الثقافة أو وزارة الآثار يبقى كويس. يعني أنا يعني بناشد وزارة الآثار إن هم يعتنوا بهذا القصر. مواطن رقم 15. الفنانين كانوا يعني عندهم رغبة قوية إنهم يعملوا معارض في المكان ده. مواطن رقم 5. واضعاً قدماً على قدم. ممكن يعرضوا للفنانين الشباب اللي عمرهم ما عرضوا، وتبقى دي حاجة ظريفة يعني متهيألي للشباب كلهم، وإحنا كميدل إيست وكده نبان بصورة جميلة. يضرب بكفه على فخذه 3 مرات. مواطن رقم 1. كان القصر ده أساساً كان مخصص لشيء واحد بس، بعد ما الأسرة الحاكمة دي أسرة حليم باشا وسعيد باشا ومحمد علي خلاص انتهى عصر الدولة العثمانية وجي بعد كده حكم الرئيس عبد الناصر، تحول إلى عبارة عن إيه بقى؟ إلى تحفة سينمائية، إلى تصوير سينمائي بس، بدليل إن مريم فخر الدين أفتكر لها فيلم زمان أيام يتقطق أصابعه محاولاً التذكر رد قلبي كان متصور هنا. مواطن رقم 26. يتصاعد دخان سيجارته أمام وجهه. وشفت قبل كده فيه متصور فيه قبل كده أفلام، شفت مغنية جات عملت فيديو كليب فيه قبل كده،
الفيلم اللي أنا شفته كان للفنانة جالا فهمي والمطرب فارس وكمان عادل الفار ومها أحمد. شفت الفيلم دوت وهو بيتصور هنا، وكمان شفت المطربة إيمي بتصور أغنية فيديو كليب هنا وطني. مواطن رقم 22. هو حكايتي في القصر ده إن أنا كنت أحس إن هو قصر حاجة مهجورة، يعني حاجة مخيفة قوي. مواطن رقم 5. القصر أنا روحته حوالي شتا السنة اللي فاتت، وكانت الدنيا اوريدي كانت بتغيم. المهم مشيت فيه نص، يعني نص وكده، وكنت سامع من الولاد جودة ورامي إنه القصر ده ممكن يكون فيه عفاريت. القصر ده فيه ناس اتقتلت فيه كتير. القصر دوت عشان ما بيدخلوش هوا مش عارف ولا ايه، والمية بتبقى فيه في كل حتة، فممكن بتجيب عفاريت وحاجات كده. يمسح على رأسه وهو مبتسم. مواطن رقم 4. هو بيقال ان المكان اللي مش مأهول بالسكان دايما بيبقى فيه ارواح شريرة او كذا او كذا او كذا، كانوا مسميينه قصر دراكولا. مواطن رقم 22. فلما دخلت لقيت ان هو مكان لذيذ، بس يعني منظره مخيف شوية، فحاولت ان انا اخش كده واشوف واجرب واغامر مع الدنيا اشوف ايه اللي فيه، يعني ايه ماله. مواطن رقم 5. دخلت في ربعه كده، وبعد كده ايه سمعت صوت ازاز، فانا قلت بقى تلاقي حد من الاطفال فوق، اصل كان الصبح بيبقى في مدرسه. فالمهم اكتشفت، قلت ده لا ده مفيش لا مدرسه ولا حاجه، يعني خلاص الاطفال تلاقيهم في بيوتهم نايمين. إزاز بيتكسر، إزاز إزاز إزاز، كل ما أمشي صوت الإزاز بيكتر بيكتر بيكتر. فأنا رحت قلت آه لأ كده في حاجة. المهم طلعت ببص كده لقيت برضو نفس صوت الإزاز، زي ما يكون بتخبطي بهوا الشيش مثلا طاخ طاخ، فلقيته بيكتر في أكتر من مكان. فما قدرتش إن أنا أكمل بقية القصر، وقلت إن شاء الله بإذن الله من غير مقاطعة إن أنا هروحه يوم الصبح، بس لغاية دلوقتي لسه ما عملتهاش. مواطن رقم 4. في وقت ما، يعني كان بيقال دايما عنه أساطير، وإنه في أرواح ساكنة فيه، يحك خده، وإن كنت مش عارف إيه كان فيه لما كانت حبيبته اللي هي اللي ماتت في الحمام غرقا، وبعد كده روحها بدأت تدور في القصر، وعشان كده كانت كل يوم بتلبس له حاجة لبس مختلف، يعني كان يوم تلبس له زي كليوباترا، وكان يوم تلبس له زي حسن ونعيم. يضبط وضع تقيته. مواطن رقم 4. يعني طبعا يعني كان في المدرسة طبعا عشان الأطفال أشقية وكده، فكان في زمان عندنا حاجة اسمها أوضة الفيران أو أوضة العفاريت أو الأوضة السوداء، الأوضة اللي هي يعني لو أنت عملت حاجة غلط هيحطك فيها، وكان في مناطق يعني زي منطقة البدروم تحت طبعا عشان كان في حاجات وكده، والأطفال كان ممكن يتعرضوا للخطر وكده، فكانوا عشان يخوفونا إن إحنا ما ننزلش البدروم، فيقولوا لنا ما تنزلوش تحت عشان في عفاريت في البدروم. مواطن رقم 16. برضو من المواقف الظريفة إنه كان في صقور في المدرسة دي مع الشيشة بين الحيطان كده بين التماثيل. مواطن رقم 3. في نسور بتيجي يعني بتروح في الشتاء وبتيجي في الصيف، بس بيحطوا نفسيهم في مكان معين، يعني فاهمة؟ انت عارفة بقى أيام ما كنا صغيرين شوية، فاهمة؟ فاحنا كنا عايزين بقى الحاجة ديت، يعني يضم أصابعه على شكل كرة، يعني إيه عايزين النسر دوت وهو صغير، عايزين نجيبهم بقى وبتاع. مواطن رقم 16. فطلبت معايا إنه أنا كده في يوم أطلع عايز آخد صقر، أنا شايفهم على طول، طول ما أنا قاعد في المدرسة سامع صوتهم، كان فوق الفصل بتاعي على طول. فاتفقت أنا وواحد صاحبي طلعنا فوق عشان نحاول ناخد يضحك واحد صغير أو حاجة نربيه. مواطن رقم 3. سبحان الله، عاملين لنفسهم مكان يعني صعب حد يجيبه أساسا. مواطن رقم 16. ويا دوبك إحنا طلعنا فوق الناظر شافنا، راح مدي كل واحد أسبوع رفد، وطلب ولي أمر وما خدناش برضو الصقور. يضحك. مواطن رقم 3. قبل ما يقفلوها والكلام دوت المدرسة، كنا مثلا ايه يعني يعملوا فرقة مثلا كورة والكلام دوت. مواطن رقم 16. كان في ملعب جوه في المدرسة، بس كان اياميها كان حمام سباحة، عملنا طلب للناظر ان احنا نردمه اساسا لان هو مش شغال. قعدنا بالظبط بتاع 15 20 يوم بنوظف في الملعب دوت عشان نلعب فيه كورة.
فبقول إن المدرسة دي إحنا اللي بنيناها. متحمساً وفخوراً؟ يعني بتاعتنا، إحنا لينا النص. كل ما نعمل أي حاجة أو مشكلة مع المدرسين كنا نقول إحنا نقسم المدرسة بالنص، دي بتاعتنا، لأن إحنا برضو بنوظف فيها. وفي دورات رمضانية بنعلق كشافات، بنعمل أرض رمل، نجيب شبك بقى وجوان ونلعب جوه في المدرسة كأنها بتاعتنا بالظبط. فكل ما يحصل موقف كده ظريف مع المدرسين نقول لهم إحنا هنجيب طوب ونفصلها بالنص. يلوح كأنه يفصل بين شيئين. إحنا الجزء بتاعنا ناخده وإنتوا الجزء بتاعكم تاخدوه. مواطن رقم ثلاثة. عامة كنا بنعمل فرقتين، يعني فرقة بنسميها فرقة الصنايعية، إحنا مسميين كده يعني فرقة الصنايعية، وهم الفرقة بتاعتهم المتعلمين. كنا إيه فاهمة، بنلعب بقى والكلام ده. مواطن رقم 16. القصر كان فيه إزاز ملون، كنا بنلعب كورة في يوم والكرة خبطت فنزل بتاع 3 لواح إزاز ملون. مواطن رقم 11. لا طبعا احنا مفيش واحد يقدر يطول إزاز لغاية فوق، طول الإزاز ده محدش اللي بيلعب كورة دوت لو شاط حتى كورة مش هتجيب فوق. يشير لأعلى. لأن بعيدة الإزاز ده مع الزمن بقى، يعني حتى عشان ما يبقاش منظرنا وحش. يضحك. مواطن رقم 16. برضو قالوا لنا لازم تجيبه زيه، طبعا مش موجود، مستحيل، لأنه كان الإزاز مرسوم عليه رسومات تماثيل، حاجات من النادر إنك تلاقي زيها. وأنا رحت لبتاع الإزاز فقلت له يعني نجيب إزاز ملون، قال لك لا ده هو بيبقى يا أحمر يا أخضر يا أصفر، لكن الرسومات اللي كان فيها أساسا مش هتلاقيها. فبرضه أخدنا رفض شهر كمان. يضحك. بسبب الكورة. فساعتها حاولنا إن إحنا نجيب ألوان ونقعد ننقل من صورة لصورة، فحاولنا على قد ما نقدر نجيب نفس الشكل بتاع اللوح اللي هي مرسومة الرسومات بتاعتها ديت على الألواح اللي هي البيضة الشفافة دي. فالحمد لله وبسبب الموضوع دوت أخدنا مكافأة حلوة من الناظر، عشان إحنا حاولنا نجمل نفس اللوحة اللي إحنا عملناها ديت. محطوطين لو بصيتي حضرتك هتلاقي فيه إزاز ملون مرسوم لغاية دلوقتي، بس إحنا مرقمين اللي إحنا رسمينه. يعني يرسموا على يده؟ يعني عشان نبقى عارفين البتاع ده بتاعنا وده الأصل وده الصورة. صرفنا على الإزاز كتير، يعني مبلغ، لأن اللوحة كانت طويلة، الإزاز كان حوالي بتاع 2 متر في 1.5 متر غير الألوان بقى وبتاع. فلقوا إن المبلغ صرفناه من جيبنا، فكان محكوم علينا لازم نعمله عشان نرجع للدراسة تاني. فادونا مبلغ كل واحد 100 جنيه وطلعونا رحلة مجانا، رحلة القناطر، وكانوا مبسوطين بينا جدا. وفي هشام مصطفى خليل اللي هو عضو مجلس الشعب عرف بالقصة فبرضه جه كافئنا وودى كل واحد 100 جنيه. مواطن رقم 17. هو أساسا ما يعتبرش قصر، القصر ده كان زمان أيام ما كانوا محافظين عليه ونضيف وبتاع. مواطن رقم 14. أنا بصراحة مش مهتمة بيه قوي، يعني أنا عمري ما حاولت أدخل ومش هحاول. لو حد مثلا أعرفه رايح وقال لي ممكن تيجي معايا ممكن أهتم. مواطن رقم 17. لأن أنا ملتزم في حالي من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي، ومحبش بقى إن أنا أروح مكان أنا ماليش فيه. مواطن رقم 11. القصر، أنت تعرفي إيه عن القصر؟ مواطن رقم 12. أنهي قصر؟ معرفش عنه حاجة. مواطن رقم 7. المربع اللي احنا فيه حاليا دلوقتي ده كان 99% منهم خواجات أرمنت. مواطن رقم 20. يا جماعة حي معروف كان حي لليونانيين والإيطاليين والأجانب، يعد حتى 3 على أصابعي، وكان فيه هارموني جميل جدا 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 ما بين كل الناس. مواطن رقم 13. أما خرجوا الأجانب خدوها ناس عملوها بيوت عشوائية. مواطن رقم 29. اللي اتغيرت طبعا التغيرات الدينية، التغيرات المادية، الناس علاقاتها دلوقتي بقت صعبة قوي. يبدو مصدوما ومندهشا. يعني بقت أسوأ من الأول، ما بقتش أفضل من الأول. عموما مصر كلها يعني، واخد بالك؟ مواطن رقم 17. كان الجو معروف الأول، إنما النهاردة كله سداح مداح. مستاء. مواطن رقم 10. كان الأول كان تحس إنه مكان مهجور، يعني ما كانش في ناس يعني، ولا بتيجي ولا بتروح. مواطن رقم 4. يعني الشارع كان من الشوارع اللي هي بت بت بيتقال عنها ان هي من الشوارع الهادية في وسط القاهرة. مواطن رقم 12. كانت تعتبر من الأساس خالص قرية، يعني ضعيفة قوي بالنسبة لدلوقتي، يعني دلوقتي بقت أحسن كتير.
ترفع كتفيها قليلاً؟ يعني المنطقة كلها عمرته بقت كويسة، يعتبر بقت أحسن من الأول بكتير. تحس إن هي بقت مدرنة عن الأول، وتحسي بقت سياحية عن الأول ونطفت عن الأول. مواطن رقم 14، يعني القذارة والتلوث والزحمة والعربيات، وبعدين مش متعودة الشارع يبقى مليان كده. يبقى في قهوة تحت وناس شغالة في القهوة، وفي ناس عمال وميكانيكية كتير. طول ما أنا رايحة طالعة قاعدين يبصوا، فيعني ما كنتش متعودة خالص. تتنحنح. فكنت بقلق قوي، يعني كنت يدوبك من الشغل بجري على البيت، وما كنتش يعني ما أحبش أمشي خالص ولا أقعد في حتة. بس بعد كده بقى لما تعودت وأخدت على المكان وعرفت الناس، خلاص بقى يعني بقيت تمام. مواطن رقم 15، في تغييرات حصلت حوالين القصر. يعني من فترة مثلا، بعد ما أنا جيت كده بكام سنة، كان في سوق صغير ورا القصر الناحية التانية. تشير بيدها. فده شالوه، يعني اتشال، وبعدين كان في فكهاني قدام قصاد بيتي على طول بكشك. يعني مواطن رقم 18، كان عندي كشك، وبعدين جه الحي شاله، اللي هو على الشمال ده اللي فيه جنب منه الشجرة دي. يعني الكشك ده بقاله 40 سنة في المكان ده، وجه رئيس حي كده من الديش مش فاهم، أمر بشيل الكشك، فأنا نجلت من هنا لهنا. مواطن رقم 13، فابتدوا يطوروا المنطقة. يطوروا المنطقة ازاي؟ هيبتدوا، دي كل البيوت دي كلها عبارة عن حكر، أرض حكر. حكر بمعنى إن الأرض ملك الحكومة، هم بنوا عليها، فالحكومة ادتهم تعويضات بحيث إن هم يطلعوا من أول مدرسة النصرية يشيلوا الكشاك ويشيلوا المحلات اللي هي قطع الغيار وبتاع، ويعملوها عند أبو طارق بتاع الكشري دوت، يعني يعملوه ميدان. مواطن رقم 4، وفي الورشة بتاعت الميكانيكي دي برضو من زمان، من ساعة ما طلعت على الدنيا. وورشة السروجي نفس الشيء، اللي هي دي مش التانية. وورشة النجار برضو كان طول عمرها. مواطن رقم 20، الحيز وطبيعة خاصة جدا. أنا أدعي، يضع يده على صدره، إن هي مش موجودة إلا في الحتة دي، اللي هي الحي الشعبي قوي في وسط المنطقة الراقية قوي، وسط المدينة. مواطن رقم 2، يعني مثلا مليان ورش وزحمة وعربيات والكلام ده. مواطن رقم 7، فالمفروض يعني الحكومة تاخد بالها، لدرجة ما بتعملش حاجة، لدرجة عارف الرصيف اللي احنا فيه ده تحت، أنا بعمله على حسابي كل سنة، فتيجي الحكومة تكسر الرصيف عشان كابل نور وتسيبه زي ما هو. فأنا قلت مش هعمل حاجة بقى تاني، لأنه أصل في ناس، يعني مستاء، في ناس بتحب النظافة، فهو مع الأسف الحكومة مثلا مكان زي ده شغال ومدي واجهة كويسة. يعني أسمع بره إن التاون هاوس ده، يقال لأن أخويا اللي بره يعني ده قال لي بتاع دوت، شهرته عالية قوي بره، فمع الأسف الحكومة ما بتعملش حاجة. محبطا. مواطن رقم 27، الجيران بيحبوا بعضيهم، بيخافوا على بعضيهم، احترام لبعضيهم، ده بالنسبة للجيرة هنا كلها. مواطن رقم 2، بعد كده أنا أخدت عليها وتعودت واندمجت مع الجيران، وليا أصحاب كتير هنا في الحتة. مواطن رقم 20، ولاد حتتي. يفتح ذراعيه رافعا كتفة، فالوضع طبيعي. ازيك يا أسامة، ازيك يا علي، ازيك يا إبراهيم، كده. مواطن رقم 11، والله أنا جيراني بقعد معاهم أكتر ما بقعد مع عيالي. مواطن رقم 24، يعني أنا عايز أقول إن هم ناس كويسين، كلهم أسرة واحدة. يشبكوا يديه. الشارع كله أسرة واحدة. مواطن رقم 14، مشبكة ذراعيها أمام صدرها. يعني مثلاً الناس بتوع القهوة علاقتي بيهم صباح الخير، سلام عليكم. بتوع العربيات الميكانيكية يعني شوية منهم صباح الخير وشوية ما فيش خالص. مواطن رقم 22، أبقى متكبر عليهم؟ ده شيء مرفوض طبعاً. كل الموجودين هنا صحابي وإخواتي كمان. مواطن رقم 29، والناس هنا مجملها كده هو إنه ناس طيبة، ناس غلابة في حالهم. يومئ برأسي؟ ما بيشكلوش حد، في ناس بيغلب عليهم الطابع الديني، وفي ناس بيغلب عليهم الطابع المادي، يعني الطابع الديني بيغلب عليه اللي هو طابع السماحة والطيبة والأدب. أما بقى الطابع المادي فده طبعاً يعني طابع اللي احنا بنعيشه النهاردة، الطمع، الجشع،
لأن دلوقتي يعني في تيارات كتيرة قوي، ما تعرفيش مين عايز إيه ومين بيفيد مين ومين بيضحك على مين، مين الصادق ومين الكذاب، وإحنا ضحايا. محبطاً. مواطن رقم 7، في طبقات لمؤاخذة في الصناعية ما تشرفش، ولكن إحنا بالنسبة للمربع اللي إحنا فيه دوت الصراحة الناس كلها محترمة. مواطن رقم 2، أنا أول ما جيت هنا استغربت إن وجود التاون هاوس في مكان ما كنتش متوقعه يعني. مواطن رقم 22، بس فيبقى ما فيش فرق ولا بينهم ولا بين أي أولاد تانية، يعني ما بنحسسهمش بده ولا هنخلي حد تاني يحسسهم بده. مواطن رقم 20، لكن يعني أنا بقولك هنا حي ساري ليه؟ لأن ممكن جداً يبقى أبوه عامل بسيط وبيشوف الأوبرا مثلاً، أو بيروح التجمع أو بيروح الغد أو بيروح حاجة زي هنا يسمع فن كويس يسمع. مواطن رقم 1، متحمساً كالعادة، التاون هاوس ده أضاف للمنطقة دي، عمل حاجة للمنطقة دي يعني يعني أقولك إيه؟ شيئين ما بيستغنوش عنهم يعني بالبلدي أقولها لك، شيئين ما يستغنوش عنهم المنطقة دي، لا التاون هاوس ولا التكعيبة، لأن هما الاتنين متصلين ببعض. يبتسم ابتسامة عريضة. إن التكعيبة قفلت تلاقي التاون هاوس هص هص وملوش طعم، إن التاون هاوس قفل تلاقي التكعيبة هص هص وملهاش طعم. مواطن رقم 15، في علاقات جامدة جدا ما بين المكان ده كمكان للفن المعاصر والمنطقة، وفي إحساس بأنه إحنا عايزين نسري حياة الناس الموجودة هنا. وغير كده طبعاً أنا بالنسبة لي مثلاً، تشير إلى نفسها، عندي علاقة مع النجارين لأني بشتغل معهم على طول، الورش هنا ورش النجارة فبشتغل معهم، وفي فنانين كتيرة برضو بيشتغلوا معهم. مواطن رقم 1، في ناس شايفة إن هو أضاف شيء للمنطقة، وفي ناس شايفة إن هو عمل يعني النسبة البسيطة قوي، النسبة البسيطة قوي يرفع من صوته، اللي هي تقولك وجوده غلط هنا، لكن أكترية الناس 90% مبسوطين بالتاون هاوس. بس